السلام عليكم مشاهدين دي وليت، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذه مده ما درت لكم فيديو، سمحوا لي كنت غابر عليكم شي شويه، عيانه شي شويه سمحوا لي. ودابا رجعت لكم من جديد بالوصفه الطبيعيه كما عودتكم ديما. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه. جاي انتم كتشاهدوا هالفيديو، جبت لكم واحد القناع خطير، قناع ديال الكوريات، خطير خطير البنات، خطير معروف. هذا من فوائد ديال هاد اللبان الذكر، الا كتعرفوه هو اللبان الذكر في المغرب، كيتباعش هنا عندنا، جبت من المغرب. مهم بغيت نقول لكم واحد الوصفه خطيره لشد البشره وشد الترهلات والتجاعيد الرقيقه والرفيعه، يعني تشد البشره ترجعكم 10 سنين للوراء. كما تعرفوا هاد اللبان الذكر معروف للجمال البشره وللصحه على بركه الله. عندنا هنايا مهم كيكون هكذا، انا جبتو حبوب، نتوما غادي نطحنوه قدامكم. مهم انا لبن الذكر واحد المعلقه، واحد الاناء باش نحتاجوه. عندنا ماء الورد، وعندنا حليب بودره، اي حليب عندكم، نشا مايزينا، وعندنا الرز المطحون، انا كيتباع عندنا هنا مطحون بحال هكذا، هذا شريته جاهز. اللي ما عندوش هذا مطحون اللي شريه، عنده الرز في الدار، يطحنوا ويغربلوا ويكون بحال هكذا. المهم غادي ندير لكم، عندنا غير هذا المقادير، عندنا لبن ذكر، حليب بودره، مايزينا، الرز والماء الورد باش نخلطوا. ودابا هذا حبوب غادي تدو غير واحد الملعقه صغيره، انا راه دقيته هنايا في هذا المهراز بحال هكذا. اللي ما عندوش هاد المهرس يدقو غير هكا راه ساهل باش دقوه باش طحنوه. ها هو انا كنت دقيت واحد غير واحد الملعقه صغيره اللي غادي ديرو. المهم غادي نوري لكم دابا واحد الملعقه، ها هو في هاد الاناء هذا، يبان لكم قرب بحال هكذا، ها هو غير واحد شويه. المهم نديرو غير على حسب ملعقه صغيره، ها هي نحاول ندير نقربها لكم، ها هي دا كيبان لكم ملعقه صغيره، ها هو غادي نديرو هنا في الاناء على حسب افراد العائله. انا راه بوحدي غادي ندير غير ليا بوحدي، اللي بغى يدير عنده العائله جوج ديال الناس ولا ثلاثه ولا اربعه يكثر يضاعف المقادير. المهم عندنا معلقه صغيره، كل مكون غادي نديرو منه غير معلقه صغيره، ملعقه ملعقه ملعقه. المهم ملعقه رز، الارز مطحون، وعندنا ملعقه ديال النشا، كاين واحد المعلقه هنا صغيره، نديرو عبار واحد، هذه صغيره نحيدها، ملعقه ديال النشا، المهم غير اربع مكونات بحال هكذا، ملعقه ديال الحليب بودره، اي حليب بودره عندكم، انا عندي هذا، غنخليها غير الوصفات بحال هاك، نديرو ملعقه هذاك، وغادي نحاولوا نخلطوا كلشي هاد المقادير. نتمنى يبان لكم بحال هكذا، ملعقه ملعقه، تخلطوا مزيان. هذاك سميتو هذاك اللبان الذكر خص طحنوه مزيان يكون بحال 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 سميتو، سمحوا لي تقلب لي هنا شويه، يكون بحال الطحين، يكون بحال الطحين. نحيد هاد شنو هذه شي حجره بقات لي هنا. مهم نخلطو مزيان هاد الشيء هكذا، ونخلطوه بالماء الورد كما كتشوفوا، الماء الورد على حسب الخليط اللي درت انا، معلقه معلقه، راه كلشي كيتشرب، نديرو شويه بشويه بحال هكذا. قناع خطير البنات، ما غاديش ندمو عليه، جربوه ما غادي تخسروا والو، جربوه وتشوفوا النتيجه في اول يوم استعمال. اللي عنده التجاعيد، اللي عنده ترهلات، اللي عنده الانكماشات في البشره، اللي عنده سميتو الجلده مترهله وفيها التجاعيد والخطوط وسميتها النمش وسميتها الهاله السوداء، كلشي مشاكل في البشره بصفه عامه، خصوصا هذا المكون اللي درت لكم ديال سميتو، ها هو كيتشرب، عنزيدو خصكم تخلطو مزيان راه كيتشرب. راه عندنا الماء الورد على حسب الخليط بحال هكذا، ها هو كي تكون تخافش راه كيولي بحال الحجره، ولكن غادي يرطب. ها هو شوفوا، نحاول نقرب ليكم باش تشوفوا مزيان، تحصلوا على واحد الخليط كريمي
سميتو منقوع او كريم اللبان الذكر، واحد الريحه زوينه ديال الماء الزهر طالعه. البنات ينفع حتى للرجاله ماشي غير البنات، السيدات والبنات والسيدات الكبار في السن واللي عندهم ترهلات كثار واللي عندهم تجاعيد واللي عندهم الاسمرار واللي عندهم تشققات، هذا الشيء هذه الوصفه هذه خطيره البنات، ما غاديش ندموا عليها، غير جربوها وتشوفوا. هذه الوصفه هذه تكون غسلتوا يديكم وجهكم الرقبه طبيعه الحال، انا راني نطبقوا حداكم هنا تشوفوا. نحاول نقرب نهود لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا، ها كيبان لكم نورمالمون كيبان وي. صافي الخليط راه عندنا حنا واجد بحال هكذا، راه كيتشرب ها هو بدا يتشرب. راه داير ضجه في المواقع التواصل الاجتماعي هذا البراند ذكر في جميع المواقع، خطير البنات، خطير خطير خطير. وانا اول مره غادي نديرو درتو نوريه لكم هنا في الفيديو، انا كنت استعملته قبل ولكن ما سجلتوش، ولكن اليوم قلت غادي نشارك معكم. عرفتوا واحد النتيجه روعه والريحه زوينه في الجلده في البشره، تحس واحد الراحه النفسيه زوينه مع هذا القناع هذا الكوري، وكتجبد البشره الوجه ديالكم يبقى ملمس ورطب والبشره مشدوده، تحسوا بها مشدوده ماشي مترهله. المهم على بركه الله ما نكثرش الهضره معكم باش ما تملوش من الهضره. دابا غادي تكون غسلتوا يديكم وجهكم بطبيعه الحال دائما بالماء والصابون وتنشفوا وجهكم بطبيعه الحال، وغادي نبداو هذه الوصفه. غادي ديروها من مرتين حتى ثلاث مرات في الاسبوع باش تلقوا نتيجه زوينه. المهم غادي تحتاج غادي تشوفوا الفرق في اول الاستعمال، اول استعمال تستعملوا هذه الليله هذه بحال انا غادي نديرو بالليل، تحط ليه تحسوا الصباح غادي تحسوا بواحد الراحه، واحد الليونه، واحد الرطوبه في الجلد في البشره. بلا ما نقول لكم غتجربوا تشوفوا، غتجربوا تحكموا على تحكموا بنفسكم على هذه الوصفه هذه. المهم على بركه الله انا غادي نحاول نديرها على يديا ونديرها على نتوما دايرين على الوجه، بشره الوجه والرقبه، نطلع شويه هذا باش ما نضيعش حوايجي بحال هكذا، وتخلوه من ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. الا شتوه مطلوق شويه زيدوا سميتو زيدوا النشا، غادي يتشرب راه كيتشرب. ملي كديروه ملي كتطبقوا على البشره كتحسوا كينشف بسرعه. ها هو بدا ينشف ليا في اليد، ها بحال هكذا غنوري لكم باش ديروه. ديروا تعاودوا ديروا الطبقه الاولى والطبقه الثانيه، بدا ينشف، ها هو بدا ينشف ليا هنا. والريحه زوينه البنات، والله الا الريحه زوينه، غزاله 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 كما كتقولوا. شوف ها هو غادي يدخلها من ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه حتى ينشف مزيان. من ينشف غادي نرجع معكم باش نوري لكم طريقه الغسل، ما غاديش نغسلوه مباشره، غادي نفركوه مزيان. المهم غنخليكم معايا حتى ينشف ونرجع لكم ما تمشوا فين. ودابا بعد ما نشف ليا كما كتشوفوا، دابا غادي نحاول نفركو الاول. ها هو ياب شوفوا ناشف، ها هو ناشف بعد ما فات 20 دقيقه. دابا نحاول نفركو بحال هكذا، شوفوا شوفوا ها هو نشف مزيان، شوفوا ديرو ما دافي وبعد ما بارد. بعد ما غسلت يديا مزيان، دابا تجيبوا اي مرطب عندكم، اي مرطب، انا عندي هذا دويفيرا، اي مرطب ديروا به دهنوا به يديكم شويه بحال هكذا بحال هاك. انا كنت درت جوج يديا بجوج بحال هكذا،
مرتين، من مرتين حتى 3 مرات في الأسبوع. شوفوا الفرق، شوفوا الفرق. نتمنى هذه الوصفة تعجبكم، اللي ما اللي عجبتكم هذه الوصفة ما ينساش يخلي لي لايك وتعليق زوين على هذه الوصفة، ونقول لكم إلى وصفة جديدة إن شاء الله، وإلى اللقاء. واللي ما تبغوناش يتابعونا، اللي مشترك القناة يشترك القناة، وشكرا لكم، شكرا شكرا شكرا. ديروا بحال هكذا، مهم 3 مرات، من مرتين حتى 3 مرات في الأسبوع. يلا مع السلامة، إلى اللقاء، مع السلامة.